الخامسة إذا جاء بين ساكن قبله في الأصل ومتحرك قبله في الحال ومتحرك بعده. هنا اختلف الإمام ورش والإمام قلون. فالإمام ورش مراعاة للأصل يقصره، فالإمام قالون مراعاة للأصل يقصره، والإمام ورش مراعاة للحال يصله. لذلك ابن بريان رحمه الله يقول: واقصر لقالون يوده معا ونته منها الثلاثة جمعا، نوله ونصله يتقه وأرجه الحرين مع فألقه رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها وصل بطاهلها له من ياته على خلاف فيه عن رواته. فهنا الإمام قالون التزم بالأصل، وهو أن هاء الضمير يتوسط بين الساكن قبله وهو حرف العلة في آخر الفعل المضارع ومتحرك بعده، بينما الإمام ورش يراعي الحالة وهو أن حرف العلة حذف بسبب جزم الفعل المضارع، ولذلك بالنسبة له في الحال توسط بين متحرك قبله ومتحرك بعده. نوليه إليك، فالإمام قالون يقصره مراعاة الأصل، أن الفعل أصله نولي، من المعلوم أن الفعل المضارع يلزم بأمرين، إما بالسكون وإما بحذف حرف العلة، إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. لكن الإمام ورش التزم بالحال، وهو أن الهاء في الحال يتوسط بين متحرك قبله ومتحرك بعده. كذلك أيضا اتفقوا في كلمة يرضه، اتفقوا على قصرها، لأن الإمام نافع رحمه الله يقصرها، فنافع بقصر يرضه قضاء لثقل الضم وللذي مضى. فكلمة يرضه أصلها يرضي على وزن يسمع، تحرك حول العلة، وهذه قاعدة مضطردة معروفة، تحرك حول العلة وانفتح ما قبله وشبى قلبه ألفا فصارت يرضاه، فاتصلت بضمير المفعول فصارت يرضاه، فدخل الجازم فحذف حرف العلة فصارت يرضاه. لذلك يقصره الإمام نافع، فنافع بقصر يرضاه قضاء لثقل الضم وللذي مضى يحذف وهو لام الفعل. بينما يره الإمام قالون الإمام نافع رحمه الله يصلها، ويره أصلها يرأي على وزن يفرح، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فصارت يرآه، فاتصلت بضمير المفعول فصارت يرآه. فنقلت حركة الهمز للساكن، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح، ومن المعلوم أن الهمزة إذا نقلت حركتها تحذف تخفيفا كما قال ابن بريان رحمه الله، والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. لذلك نقلت حركة الهمز فبقي الفعل يرى، فدخل الجازم فحذف حرف العلة فبقي يرى. لذلك يره حذف عينها ولامها، بينما يرضاه حذف لامها فقط، ولم يكن يره فيها إن يره مع ضمها وجزمها إذ غيره، لفقد عينه ولامه فقد نابله الوصل ومن فقد يجيء بصلة هنا تقوم مقام المحذوفين وهو لام الفعل وعينه. لذلك الصلة هنا للضمير في يرضاه، وعكسها وهو قصر يرضاه، أنها يره يصله الإمام نافع ويرضاه يقصره الإمام نافع وهكذا. ولم يكن يراه فيها إن يراه مع ضمها وجزمها إذ غيره، لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما فقد. لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. يجزي الذين آمنوا، آمنوا هنا مد بدر للإمام ورش، ومد البدر للإمام ورش له ثلاثة أجون: الإشباع والتوسط والقصر، والمعمول به هو التوسط ومقداره ثلاث حركات. طبعا وبعد همز للجميع أبدلت كما قال ابن بريان، لأن الجميع يقصرها ما عدا الإمام ورش له ثلاثة أجون: الإشباع والتوسط والقصر، في آمنوا وأوتوا إيمانا وهكذا. إنه لا يحب الكافرين، هذه رواية الإمام ورش. أما الإمام قالون: إنه لا يحب الكافرين، كل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا، وقد روى الأزرق عنه محض. فهنا الإمام ورش رحمه الله له الإمالة بين بينا، بينما الإمام قالون له الفتح في الكافرين. والآن نبدأ باستقبال مكالماتكم وتلاواتكم المباركة لتصحيح هذه الآيات المباركة التي بين أيدينا، إذا كانت هناك مكالمة جاهزة. وريثما يحصل ذلك، الكافرين مع كافرين بالياء والخلف في بجبرنا، كما نص ابن بريان رحمه الله لذلك في الإمالة.
نعم كذلك أيضا من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. طبعا من هنا قبل الفاء يحكمها الإخفاء. نعم محمد بويا تفضل. حياك الله، حيا الله المشاهدين، حيا الله كذلك. نعم محمد بويا تفضل. القناة المباركة رانا ملي البرامج اللي يبان يعادوا فيهم عاد ذاك ما لنا قابلين الحسامي يعني لا نقرب لرواية واصل. نعم محمد بويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذا سمعت أشياء صوت ما نسمع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كانوا أكثرهم مشركين. محمد بويا الصوت ما نمتم. وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. بارك الله هنا فيك محمد بويا، تلاوة ما شاء الله جيدة، لكن الصوت ماك تسامح حتى صوت ماك تسمعه. لكن رقم كلمة نعمري والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك. نعم أحمد تفضل.
السلام عليكم. نعم محمد. السلام عليكم. نعم محمد. محمد تفضل. نعم. طبعا نحاول هنا أن نذكر الفرق هنا بين الإمام ورش والإمام قالون. أرى الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأول كلمة هنا اختلف فيها الإمام ورش والإمام قالون هي أيدي الناس، يحقق قالون الهمزة والإمام ورش ينقل حركة الهمزة. ليذيقهم بعض الذي عملوا. طبعا الميم هنا قبل الباء حكمه الإخفاء، فالميم لها ثلاث حالات، إما أن تظهر وإما أن تضام وإما أن تخفى. فتظهر قبل 26 حرفا وتضام في مثلها ولكم ما كسبتم، وتخفى في حرف الباء ومن يعتصم بالله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ذلك أيضا قل سيروا، هذه رواية الإمام ورش من الإمام قالون، قل سيروا في الأرض. ففي الأرض هنا أيضا نقل الحركة للإمام ورش، حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف وفي كتابية خلف ويجري في الضغام مالية. وقد اهتم الموريتانيون بنقل حركة الهمز للإمام ورش رحمه الله، فلا توجد همزة نقلت حركتها لحرف بالنسبة لإمام ورش إلا وعدها الموريتانيون ونظموها. فهكا نظم النقل بعد الميم فصله حكما من التعليم، أم برموا أم أراد أم أرادتم لما خنه أمن أم منتم حسب لما اتخذ لموتا لمدري لمشرك كذا أمنت أنهكما أي لما قل لقل لك أي لما كن ولما كو في رسمك كما أهلكنا كما انبتنا كما ارسلنا أمنتم أم كفروا أم انزلنا ألم أعهد ولو فضوا يعلمنا إلا في العنكبوت اتصلنا وليحكم أهلوا وكذا برمزكو الحمد لله علي وعلو. بكلمة كور كاف ينقطع 20 والواو ينقطع 6. كذلك أيضا يسائل عن النقل الذي يرى بعد أن في عدنا مشتهرا وغير ذا من لفظهن فاحملا فنسأل الله التقى مع العلا أن نسلم وننذر وعبها وأندو وأنتلو مثلها ننذري أنكنا ناقم ونفضوا ونوحنا يفاهم أن أقول نرسل معنا الشقى ونخرج ونلقي محققا نعمل نرادى نظفر كنزد نرضعيه نسألك أغنهم ونعبد نشكرا وزد كذا ننصحا نذكرا ونقم وجهك يا أخي فاسلك سبيل الرشد إلا ذي الغي. نعم خديجة تفضلي. نعم خديجة تفضلي. نعم نعم خديجة. دون الخط خديجة عندها مشكلة في الخط. كذلك أيضا فهكا نظم النقل بعد النون مضمومة 20 مع حرفين فإن أعطوا فإن أقصرتم ثم قل فلن أكلم من أوتي نقل من أسسين أوتيتم يا صاحي ومن أولئكم فخوص من أختها كذا أتى من أنزين نريد خذها يا فتاة نكحك ونخالفكم ونبدل فخذها لكم ونخرجها نسلم من السلام نكلها يوم أحد إذا برا إذا وينها إذا وينها إذا وحينها إذا جدتك إذا وجدت يتوى وحيت أمرتك إذا صنع صنعه وعجبتكم أخرجني أخرجه وانشأكم إذا انجنا وإذا انجيكم فعقلي إذا سرى وإذا أخذ أخذناه بالنقل. سائلا عن نظم النقل بعد قل عدده كحن يا صاحي قد نقل. كلمة كحن الكاف ينقطع 20 والحاء ينقطع 8. لذلك نقل حركة الهمز لقل شاء في القرآن في 28 موضعا من القرآن. سائلا عن نظم النقل بعد قل عدده كحن يا صاحي قد نقل. قل اتخذتم قل فاتخذتم قل فرأيتم قل رأيتم قل بالله قل ذلك فعون قل تعلمون قل تنبئون قل فلا وقل فأنبئكم وقل فأنبئكم فافهموا
قل غير قل فغير فهنا قل ندعو وقل أروني فما فقل أسلمت فقل أنرتكم قل أعوذ معا قل إنكم قل ولو وقل تعبدون قل تحاجون قل أي فهنا قل انفلوا قل انزله فخذ لها قل انفقوا قل انزله فخذ لها قل أمر قل أطيعوا قد انتهى. كذلك أيضا مما اهتم به الموريتانيون هو الكلمات التي تكررت مرتين أو ثلاثة أو أربعة في القرآن، لا توجد كلمة في القرآن تكررت مرتين أو ثلاثة أو أربعة إلا ولها الشاهد. نعم محمد بوي تفضل. شيخ أنت سامعني؟ نعم محمد بوي تفضل. أنت سامعني والله؟ نعم. أنتم سامعيني شيخ؟ تفضل محمد بوي. كذلك أيضا من ذلك مثلا ذلك الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم كلهم عددها ورد في القرآن ست مرات. سائلا عن ذلك الفوز العظيم عددها واو يا صاحك حليم ومن وجاء وممن لله وأخرى والذين خذ يساهي بينما ذلك هو الفوز العظيم الستة كما قال أحمد بن رحمه الله المنقب لنككم ذلك هو الفوز العظيم الستة والدار هم يطرح بال ويحكم لفظي هذا حتى باش يجاوب للسال وآمنوا فيهم معدود إن شجرة فيه تعود والغافر ما هو مشحود بين ذوك المزال وما تكون بلغ مقصود لم يأتيهم لا يزالوا. كذلك أيضا كلمة شأن وشأن كلمة شأن وضح القرآن في موضعين فقط وشأن في موضوع واحد كما ذكر صاحب المصيميد رحمه الله وما تكون كل يوم هو في شأن يغنيه ووجوه يوم في وما تكون في شأن كل يوم هو في شأن بينما شأن مفرد شأن يغنيه وجوه يوم هكذا. كذلك يعلمه الله وضح القرآن في موضعين ويعلمه في موضع واحد يعلمه الله وتزودوا وقل يعلمه الله ويعلم ما نقل فإن الله يعلمه بجاه فاسمع لها القول لا تنساه يعلمه الله ويعلم يعلمه الله يعلمه الله كذلك بينما يعلمه مفرد يعلمه ما للظالم يعلمه الله وتزودوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات فإن الله يعلمه هذه الثالثة هذه مضمومة بينما بالفتح ورد القرآن في موضعين يعلمه الله وتزودوا وقل يعلمه الله ويعلم ما نقل فإن الله يعلمه بجاه واسمع لها القول لا تنساه. نعم سيدي محمد تفضل. تفضل. نعم. الو معك. تفضل. نعم سيدي محمد. نعم. نواصل ثم. الو. في اتصال آخر. كذلك أيضا هناك كلمات تكررت في القرآن في موضعين فقط هذه الكلمات آخرها الراء المفتوح المنون فلا يوجد راء منون بالفتح إلا عده الموريتانيون سواء تكرر كلمتين أو ثلاثة أو أربعة فصل وما كان من اثنتين من لفظ رنيتي على التبيين ماء شرابا بعدها طهورا ثم هباء لؤلؤا منثورا يصاحي تفجيرا بباء فدرها بعد خلالها يفجرونها كذاك تقديرا ما انفعوها قدره وبعد قدروها ظلما وزورا ومن القول كذا عشر شهرا وثلاثون خذا. فهنا رن فصل وما كان من اثنتين من لفظ رنياتي على التبيني ماء هنا يعد كلمة طهورا أنها تقام في موضعين ماء طهورا وشرابا طهورا ماء طهورا بعدها ماء شرابا بعدها طهورا ثم هباء لؤلؤا منثورا كذلك منثورا وأذكر عليه مرتين هباء منثورا لؤلؤا منثورا كذلك كلمة تفجيرا يصاحي تفجيرا بباء فدرها بعد خلالها أي خلالها تفجيرا ويفجرونها تفجيرا بعد خلالها يفجرون كذلك تقديرا ما أنفعوها قدره وبعد قدره قدروها تقديرا وقدره تقديرا كلمة تقديرا كذلك أيضا نظم ويلقى لا ميل كجن شخص فعت برفعه لفرن الفهي
ونيفا فاعمل آلي ليتقي والعن وضاك وتق حيا سقي وأخفي كافوي وزاولا فنمو حتى هو ورالا وهو فمكمم النيل حجم المسلمين عقلا وخوف جاك هو وسلوق الشعب فلصغت وكلت لكل حصلا. ويلقى لا تعد كلمة بشيء وكلمة بشيء ورد في القرآن في ستة مواضع فقط وهي ولا يحيطون بشيء ولنبلونكم بشيء يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء قال أول وجدك بشيء لا يستجيبون لهم بشيء لا يقضون بشيء. فهذه ويلقلا ميل كلمة ميل تعد كلمة جبل بالكسر والتنوين وقد وافق عنه في ثلاث مواضع. الميم جبل منهن، الياء جبل يعصمني، اللام جبل لا رأيته. كذلك أيضا أمكن وفرو غمار وثوو وأو يقنت لمثبهم. أمكن تعد كلمة خلقه، أحسن كل شيء خلقه، من نطفة خلقه، من أي شيء خلقه، كمثل آدم خلقه. فكلمة خلقه في القرآن في أربعة مواضع فقط. أحسن كل شيء خلقه، من نطفة خلقه، من أي شيء خلقه، كمثل آدم خلقه. كذلك أيضا عندما ذكر طلال عبد الله رحمه الله باللام لو وإذا لابن الكلمات التي يحذف عنها الألف، واشترط في ذلك أن تقدم على الكلمة إذا والله لا باللام لو وإذا تقدم عليها لو أو إذا، فلو أحيانا يكون بينها مع الكلمة كلمة أو كلمتين. نعم أحمد تفضلوا. نعم دون أحمد عنده مشكلة في الصوت. هنا اللام لو وإذا لابن امرأيات واللام زد إن شد كت النور اللات كما قال الله رحمه الله. فلو أحيانا يكون بينها مع يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك أحمد، تلا ما شاء الله جيدة ومباركة. نستقبل مكالمة أخرى إذا كانت هناك مكالمة. نعم محمد بويا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ حياك الله. الله يحييك ويبارك فيك. وحيا الله المشاهدين جميعا. الله يحفظك ويبارك فيك تفضل. حقيقة لا أجبرت يا ما كان يعني إن شاء الله أنا بإذن الله تعالى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد والبحر بما قدمت أيديهم. We'll see.
كان من قبل كان أكثرهم مؤمنين لكن وجهة الدين قد من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الله العظيم. بارك الله فيك محمد بويه، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة و... نعم محجوبة تفضلوا. ألو. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلوا. مرحبا تفضلوا. نعم نعم إذا كان هناك اتصال آخر. نعم خديجة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما يفسد بما كسبت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك محمد الأحمد. ليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ مفكه. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. لم للو إذا لابن امرأيات ولا مزد إن شد كالتنور اللات، كما قال طلع عبد الله رحمه الله. كرنابي أن الموريتانيون عدوا الكلمات التي حذف عنها الألف وقيدها طلع عبد الله بقوله باللام للو وإذا. كرنابي أن اللو أحيانا تأتي بينها كلمة وكلمتين مع الألف المحذوف، ذلك ولو يشاء الله لانتصر. كلمة لانتصر محذوف عنها الألف، ذلك ولو يشاء الله لانتصر. بينما إذن تأتي مباشرة قبل الحرف المحذوف إذن لارتاب المبطلون. وهكذا فهكما حذف منه الألف من بعد لا من ألف لذا عرفوا، وبعد واو مع فاء يفتى قبل السكون جمعهم لنا أتى، كلم فضوا ولاختلفتم لانتصر ولاستكثرت ولاصطفى مثل النهر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش حالكم يا قرباس؟ مرحبا واهلا، تفضلوا. تسمعوني يا الله؟ ايه سامعكم، تفضلوا. لا لا نقرا الفاتحه، صح الفاتحه. بسم الله، تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا شك أن الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهي واجبة في الصلاة عند جمهور العلماء. ذلك ينبغينا جميعا أن نصححها وأن نتلوها كما كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونراعي في ذلك حركاتها وشداتها. واللحن فيها ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو نوعين، إما إبدال حرف بحرف غير المغضوب يقول غيري، وإما إبدال حركة بحركة أنعمت عليهم يقول أنعمت عليهم. فهذان النوعان يسميان باللحن الجلي، واللحن الجلي حرام ويأثم صاحبه نسأل الله السلامة والعافية، ومبطل للصلاة لغير العجمي. أما النوع الثاني نوع اللحن فهو ما كان من نقص ويسمى باللحن الخفي، وهو مكروه عند القراء لإخلائه بجوهر القراءة، وهو ما كان من نقص في الترقيق والتفخيم والإظهار والإضام وغير ذلك من الأحكام التي لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص. فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيك يجري، فكن عارفا باللحن كما تزيله، وما الذي لا يعرف اللحن من عري. نعم محجوبة، تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي. يوم شوفي شوفي محجوبة صمت شوي في الغنى من المدود يجيب حد بحالته هني النص مالي فأقيم وجهك للدين شوفي فأقيم وجهك الجيم هنا المحور القلقلة فأقيم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله هكذا يا أقم وجهك فأقم وجهك للدين القيم قيم بالقاف يوم لا رد له من الله يومئذ يصدعون يومئذ يصدعون يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن في حالة الوقف في حالة الوقف تترك عنك الصلة محجوبة في حالة الوقف لا تترك عنك الصلة فها الضمير هون لا تقولي من كفر فعليه كفره كفره وهكذا يا قيل لا تقولي كفره تسكتي من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آيات حسبك كافي الآيات توفى فهم عند أنه لا يحب الكافرين أنه لا يحب الكافرين برواية ورش كافرين برواية الإمام قالون فهكما حذف منه الألف من بعد لا من الألف الذي أعرفه وبعد واو مع فاء يفتا قبل السكون جمعهم لنا أتاك لم فضوا ولا اختلفتم لن تصر ولا استكثرت ولا اصطفى مهل الله هر ولا افتدت أو اثنتان لافتدوا كذا إذا لارتاب ثم لابتغوا ولاتبعناهم كذا لاتبعوا ولاتبعتم إلى ذا لاتخذوا ولاتخناه كذاك تنفصل ولاتخذت قل في الكيف تتصل وماك وعد وحد وجه ويك وصفهم ويلكم ويلك وحيث ما رأيت فاسأل واسأل يباب وحي كلهم من نحملي وفوت فعلتك ثم فرعها فوق فضل فصل ثم فرجها وكل ما نوين منه جردي مع دام رأة منفردي وتاتي ولتكن كذا ولتنظري كذا كيف التقم لذلك ننظري وحذفه من قبل شدة أتى بكلمات مجمعات يفتى مثل وصي ووصيكم ووصينا ووصلنا وجهت ثم وكلنا وفي وحاجة وليتم ولوا كذا ولي وسد لهم فيما بغوا ودت ودوا ود الذين ودعك ود كثير يا أخي أحضرعك لا شك أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك باسمك مشكور القارئ المتميز أحمد ولد عابدين ولد دجة كما أشكر الفريق الذي كان يشرف على هذه الحلقة المباركة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها العمل خالصا لوجهه إنه هو لذلك والقادر عليه وأن يرفعها عن البلاء والوباء اللهم ارفع البلاء والوباء عن المسلمين وعن بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.